قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المهم أن تواصل بريطانيا إظهار دعمها لأوكرانيا، بينما حذر من خطر أن الفتور من أزمة أوكرانيا بدأ في جميع أنحاء العالم مع استمرار الحرب. وقال جونسون بعد عودته من زيارة مفاجئة إلى كييف للصحفيين إن الروس يتقدمون خطوة بخطوة، ومن المهم بالنسبة لهم أن يظهروا ما يعرفوا أنه صحيح، وهو أن أوكرانيا يمكنها الفوز وستفوز. وأضاف أنه سيكون كارثة إذا تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تأمين مدن في جنوب أوكرانيا ودونباس. وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يريد أن يعلن بوضوح أن بريطانيا تدعم الأوكرانيين في طموحهم لطرد الروس من كل ما حصده بوتين منذ 24 فبراير شباط.